السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، عدنا معكم في حصة جديدة من حصص المراجعة. اليوم راح نديروا التفسير الهندسي للنهايات. دابا نبدا التفسير الهندسي للنهايات. كاين مستقيم مقارب أفقي وعمودي، وكاين مستقيم مقارب المائل. هادو يجيو كتفسير هندسي للنهايات كي تكون نهاية عبد الله في إكس وحدها. أما هذا كيقول لي بين أنه كاين مستقيم مقارب مائل او اعطيني اف اكس معها مستقيم اللي هي نهايه الفقر. راح نشوفوا اولا الحاله وقت يكون مستقيم مقارب عمودي، وقت يكون مستقيم مقارب افقي، وقت نقولوا تسمى النهايه تاعنا ما عندهاش تفسير هندسي ولا نقولوا تفسير بياني. بالنسبه للنهايه في اربع حالات، كما راكم تشوفوا عندنا اربع حالات تاع النهايه. النهايه تاعنا تؤول الى ما لا نهايه وتساوي ما لا نهايه، لا تؤول الى ما لا نهايه وتساوي عدد، لا تؤول الى عدد وتساوي ما لا نهايه، يعني نلقاو تؤول الى عدد وتساوي عدد. كاينين زوج عندهم تفسير هندسي وزوج ما عندهمش تفسير هندسي. هذه اللي هنا كي تبدا من ما لا نهايه تروح ما لا نهايه ما عندهاش تفسير هندسي، هذه كي تبدا من ما لا نهايه تروح عدد عندها تفسير هندسي، هذه عندها تفسير هندسي، اما الاخيره ما عندهاش تفسير هندسي. إذا هنا نقولوا بلي كي تكون متعاكسين الإكس وين يؤول مثلا إلى عدد لازم تكون النتيجة ما لا نهاية، لكن إذا كان إكس يؤول إلى ما لا نهاية لازم تكون النتيجة تساوي عدد، ما صحش يكونوا في زوج ما لا نهاية وما لا نهاية ولا عدد عدد. هذه أحيانا كان اللي يقول بلي كان عندها يوجد احتمال أو لا احتمال وجود مستقيم مقارب مائل، نحاو الفكرة هذه من البحث، قلنا زوج حالات هذا وهذا فقط. شوفوا اثنين وشوفوا التفسير الهندسي تاعها. كما راكم تشوفوا في التفسير الهندسي لهذه النهايات، اكتبوا السي اف يقبل مستقيم مقارب، ميم ميم معناها مستقيم مقارب، اذا كانت كلمه الف معناها افقي وعين معناها عمودي. عندنا زوج حالات، إذا كانت النتيجة تساوي عدد كما راكم تشوفوا هنا نحكيو على المستقيم الأفقي، وإذا كان إكس يؤول إلى عدد نحكيو على المستقيم المقارب العمودي، المستقيم المقارب العمودي يجي موازي لمحور ثلاثي، موازي نكتبو السي اف يقبل مستقيم مقارب افقي وعدداته من الشكل يكغيك يساوي العدد اللي نجيبوه منه هو النهاية شحال تساوي. عملنا السي اف يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته ولا هي عمودي معادلته من الشكل اكس تساوي الار، نجيبوه منه. اذا الافقي ديما يكغيك يساوي عدد كيما محور فاصل يكغيك يساوي زيرو، مثلا يكغيك يساوي واحد يكغيك يساوي اثنين، اما العمودي ديما اكس يساوي عدد يجيو عمودية موازية لمحور الثلاثي. هذا بالنسبة للتفسير الهندسي للنهايات العادية. هنا نبداو نحلو التمرين رقم ربعة. التمرين رقم ربعة فيه سبع حالات، سبع حالات هذو أنا درتهم حالة تسمى درت جميع الحالات اللي قد نلقاوها بالمستقيم المقارب المائل، وأيضا في ثلاث أسئلة اللي هو السؤال الأول راح يتعلق بحسب النهاية عند أطراح مجموعة التعريف نهاية عادية، ثم نفسر نتيجة هندسية لدرناها هذا وين. بعدها راح يجي سؤال خاص بالمستقيم المقارب المائل بعدة صيغ، كل حالة فيها صيغة. بعدها آخر سؤال راح يجي دراسة الوضع النسبي. هنا أولا نبدأ بالصعب الحالة الأولى، نحسب لها النهاية الساعة عند أطراف مجموعة التعريف ونشوف التفسير الهندسي تاعها. دونك نشوفو مستقيم مقارب مائل ونحكيو عليه شوية. السؤال الأول أحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف، عندها أربع نهايات، واحدة اثنين ثلاثة وأربعة. نبدأ نحسب النهايات، بعد ما نحسب النهايات نديرو التفسير الهندسي ولا التفسير البياني لهذه النهايات. نبدأ نحسب. هنا كاين عضو بنقص من النهاية، نقص من النهاية زائد واحد بدلنا نقص من النهاية،
وهذه اسمها دالة ناطقة، ندير أكبر حد على أكبر حد، 4x نقسمها على x، بعدها نفوت على مرحلة الاختزال كما قلنا في الدرس تاع النهاية، فنعوض خزي حتى ننتهي، نضاف x مع x، قلنا 4 قسمها 1، 4 قسمها 1 يساوي 4، إذا هذا النهاية تاع الكسر هذا يساوي 4، موش النهاية تاع الدالة، كانوا الجماعة يقولوا النهاية تاع الدالة يساوي 4، لا، النهاية تاع الكسر فقط هو 4، واش ندير؟ نجمعها زايدها، النتيجة تاع الأول ناقص من النهاية، والنتيجة تاع الثاني زايد 4، ناقص من النهاية نزيدو لها 4، خرجنا ناقص من النهاية. واش هو التفسير الهندسي تاع هذه النهاية؟ ما عندهاش تفسير هندسي كيما تفهمنا، لازم يكونوا متعاكسين، موراها هكا ماهوش العكس، واحد يقول لي ناقص من النهاية الأخرى زايد من النهاية، لا، مش قصدي بالعكس، واحد ما ينهاية وواحد عدد. هنا ما ينهاية، هنا عدد، ولا هنا عدد، وهنا ما لا نهاية. باش كيكون تأويل ما ينهاية ويساوي ما لا نهاية، ولا تأويل إلى عدد ويساوي عدد، لا تقبل تفسير هندسي، ولا نقول ليس لها تفسير هندسي، وحنا نكتب فقط ما نديروش تفسير هندسي. نحسبو عند الواحد، باش نحسبو عند الواحد، نديرو إشارة المقام كيما فهمنا. إكس ناقص واحد وش هذا؟ وتعدو القيمة من نوع اللي هي واحد، من نجيبوها؟ نجيبوها من هنا ولا نحلو المعادلة اللي هو تاع المقام يساوي الزيرو ولا اللي يساوي زيرو قبل نحل العكس أ، بعد نحل نفس أ، أ تاعنا راهو موجود اللي نضرب في إكس، واش معناها؟ معناها هذا باخي نكبر إكس يساوي إلى الواحد باخي نكبر نبدلنا لتحت صفر زائد، وهذا معناه إكس يساوي إلى الواحد باخي نصغر نبدلنا صفر ناقص، وي أكيد في المقال كما تفهمنا كي حلينا التمارين السابقة باش نديرو النهاية عند عدد، راه نديرو إشارة المقال، بعدها اللي جاي على اليمين راهو تسمى إكس إلى ذلك القيمة الممنوعة على تلك القيمة الممنوعة بخيم كبرى، واللي جاي على اليسار إكس إلى تلك القيمة الممنوعة بخيم صغرى، دائما في المقام يخرج لي زيرو باش نعرف صفر زائد و صفر ناقص، صفر زائد و صفر ناقص. كما راكم تشوفوا ديما في المقام يخرج لنا صفر كي نحسبوا هاد القيمة الممنوعة، واش نصفر قلنا هنا إكس إلى واحد بقيمة صغرى، ماشي شرط يكون صفر ناقص، كما شفنا في المرات السابقة لقينا بقيمة صغرى خرج صفر زايد، كيف نعرفوا بالطريقة هذه تاع الجدول، بقيمة صغرى اللي جاية على اليسار هنا ناقص معناها صفر ناقص، وكما قلنا خلص النهاية كي لقاو صفر في المقام نكتب مالا النهاية، الزايد في الناقص ندلنا ناقص. واش هو التفسير الهندسي لهذه النهاية؟ أسكو تقبل التفسير الهندسي ولا لا؟ فهمنا كي تكون عندنا بدينا من عدد ولقينا ما لا نهاية راح تكون عندها تفسير هندسي، واش هو التفسير الهندسي اللي هو يقبل مستقيم مقارب عمودي؟ هنا كي نلقاو عدد في الإكس، لا إكس يساوي لا عدد معناها عمودي، لكن كي نلقاو هنايا عدد وهنا ما لا نهاية معناها راه مستقيم مقارب أفقي، الحالة هذي عامة. شوفوا السي اف يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته من الشكل x يساوي العدد اللي هو القيمة الممنوعة تاعي اللي عندي في التمرين، قادر نقول له بجوار ناقص من النهاية، وقادر ما نقولوش كيما نحضر. بالنسبة للنهاية اللي بعدها اللي هي x يساوي إلى الواحد بقيم كبرى، حلقاو نفسها غير بدلنا النتيجة، بدلنا هنا زايد من النهاية، على خاطر كي نجيو هنا نعوضو بالواحد، واحد زايد واحد زايد 4 في واحد قسمة واحد ناقص واحد. كيف تبدلنا 2 زائد 4 قسمة 0 واش نصيفر؟ هنا كي نبدلو نديرو بقيمة كبرى نشوفو في اليمين تاع الجدول الإشارة زائد معناها نكتبو هنا 0 زائد تخرج نتيجة زائد من النهاية. التفسير الهندسي واش هو؟ نفسه غير تبدل بجوار زائد من النهاية، وأنا نفضل ما نعرفش تسمى ما يكررش التفسير الهندسي مادام راهو نفس المستقيم. عن زائد من النهاية تخرجنا نفس النتيجة تاعها غير تبدلها ترجع زائد من النهاية. خاطر هنا تبدلنا زائد من هنا، هنا 4 إكس على إكس تبدلنا إكس، تبدلنا 4، 4 زائد زائد من هنا تبدلنا زائد من هنا، حتى هي تكون ما تقبلش تفسير هندسي، لأنه انطلقنا من ما نهاية ولقينا ما نهاية. نفوتوا للسؤال اللي بعده اللي هو متعلق بالمستقيم المقارب المائي. بالنسبة للمستقيم المقارب المائي اللي هو ميم ميم ميم، أول حاجة الشكل تاعو العام واش هو؟ عبارة عن دالة تألفية دلتا كمستقيم ما بين قوسين نقطتين y يساوي ax، z
طيب اكيد راح نقول ار يساوي زيرو على باش يكون مستقيم مقارب مائل، يكون عنده ميل، خاطر كي يكون الاي يساوي زيرو راح يكون افقي. نحيوها هذا من نجيب دلتا ما بين قوسين ايكغيك يساوي اكس بي، هذا اسمه الشكل العام تاع المستقيم المقارب المائل. دونك واش هما الصيغ اللي قادر يجيونا في الباك؟ قادر يمد لك مستقيم مقارب مائل، مثلا يقول لك هاولي يقرأك مثلا يساوي x ناقص واحد مستقيم، بين أن هذا المستقيم راه مقارب مائل لمن؟ لـ سي اف. نروح أنا عندي قانون اللي هو نحسبو لا ليميت تاع الفرق، لا ليميت تاع f لـ x ناقص y لازم نلقاها تساوي أزيرو. يعني السؤال لو قادر يمد لي هو المستقيم، يمد لي المعادلة تاعو، يقول لي فقط بين أن هذا المستقيم راه مستقيم مقارب مائل لـ سي اف. أنا نروح نطبق القانون، شوف القانون. نهاية تاع الفرق لا ليميت تاع f لـ x ناقص y لازم نلقاها زيرو، صحيح لما x يساوي لا زيد منها أو ناقص منها، الشرط لازم تزيد منها ولا ناقص منها. كيف أنا نخير ما بين زيد منها ولا ناقص منها؟ تقريبا هو ديما مدلي يا زيد منها يا ناقص منها، هو اللي حدد. وإذا ما حددش على حسب المجال، إذا مجال تاع f تاعي مثلا منصرف حتى زيد منها هاو باين دير زيد منها، إذا ناقص منها حتى مع البيجن حتى ناقص واحد حتى زيرو هاو باين دير ناقص منها، وإذا فيهم في جوج ناقص منها وزيد منها هاو نجربو عن زيد منها. نورمالمون صح فيهم في جوج سيرتو في كثير الحدود في دالة ناطقة صح في زيد منها في نقص منها، أما في الدالة الأسرية كنقراوها إن شاء الله ساعات الحدود صح في زيد منها ضيق ساعات في نقص منها، ساعات يكون عندنا زوج مستقيمين مقارنين واحد نقص منها واحد زيد منها، أو ممكن نشوفوها إذا حين ربي في الدالة الأسرية. هذا السؤال الأول يقول لك بين أن نروح نحسبوا نهاية الفرق، سهلة خلاص هذا هو القانون. دركا حالة أخرى واش يقول؟ يقولنا احسب النهاية التالية هي بالشكل هذا، لا ليميت تاع f لx مثلا ناقص x لما x يبدا زيرو منها. أنا نبدا نحسب النهاية هاي، فرض لقيتها زيرو، قول لي فسر نتيجة هندسية. أنا ما نحكيش على مستقيم مقارب الأفقي في الحالة هاذي، خاطر واحد يقول لي شفت دينا هاي لقينا زيرو معناها مستقيم مقارب أفقي. نقول لي هذاك الوقت كي تكون f لx وحدها كي هاك كي تحسب النهاية تاع f لx لقاها زيرو، هذاك الوقت راك صحيح. بس كي تقرا f لx معها x ولا معها مستقيم، ما نحكيش على المستقيم المقارب الأفقي، نحكي فقط على المستقيم المقارب المائل. تفقيه كي تلقاو f لx وحدها كيما هكا فسروا النتيجة الهندسية كيما تعرفوها، هو السي اف يقوم بمستقيم مقارب أفقي معادلة من الشكل y يساوي زيرو كيما قرينا. أما كي تلقاو f لx معها x ولا معها x مربع ولا معها x زايد واحد ولا ناقص x ناقص ثلاثة، المهم معها مستقيم ولا دالة، حنا نقولو في الحالة العامة f لx ناقص g لx، ياخي سواء جي لي إكس هاديك دالة ألفية ولا دالة خطية ولا تكون دالة أخرى تختلف يعني مستقيمات المعادلات مستقيمات. هذاك الوقت ما نحكيش على المستقيم المقارب، ما نحكيش على المستقيم المقارب الأفقي، نحكي على المستقيم المقارب مائل ولا حاجة أخرى نشوفها ترى واش هي هاهي. تفقيه باهي. المهم هذا السؤال اللي قلنا بين أنه مستقيم مقارب مائل سهل غير القانون. الحالة الثانية قلنا أحسب، نبدأ نحسب فرضا لقيتها زيرو، راح نقول هنا التفسير الهندسي متعلق بالمستقيم المقارب مائل، نشوفوا كيف نجبدوه موش مستقيم مقارب أفقي. قادر ما نلقاهش زيرو، قادر نلقاها عدد نلقاها اثنين مثلا ولا ثلاثة، نفس الشيء راهو هنا يهضر على المستقيم المقارب الأفقي المستقيم المقارب المائل عفوا، لأنه هنا عندنا الإكس أيضا كهذه الصيغة الأولى والصيغة الثانية. أيضا عندنا صيغة أخرى قلنا هاي ديك مدالة إف إكس، قلنا مدالة هذه إف إكس استخرجوا مستقيم مقارب مائل ولا بينوا أن f لـ x تقبل مستقيم مقارب مائل يطلب تعيين معادلته من f لـ x بقى من العبارة تاعها ولا بالدستور تاع الدالة نجدوا المستقيم مقارب مائل. بزاف ناس راح يقول لي هذا هو الشيخ مستقيم مقارب مائل، أنا نقول لهم لا لا ماهوش هذا هو الشرط باش يقول هذا هو مستقيم مقارب مائل، أنه هذا اللي هنا اللي هي عبارة عن دالة ناطقة لازم النهاية تاعها تساوي زيرو. أما إذا كانت ما تساويش زيرو مثلا تساوي حالة تساوي ربعة فإن مستقيم المقارب المائل هو هذا زائد النتيجة اللي كاينة هنا اللي هي 4، يرجع مستقيم المقارب المائل هو x زائد 1 زائد 4 اللي هو x زائد 5، دوك نعرفو زيد على هذا. فقط كان موضح في الحالات اللي كاينين ولا الصيغ اللي كاينين في تعيين مستقيم المقارب المائل. الصيغة الأولى يمدولك يقولك بين أن اللي هي أسهل الصيغ، الصيغة الثانية يقولكم أحسبوا النهاية تروحو نتوما تجبدو منها مستقيم المقارب المائل بشرط يكون هنا عندنا x ولا مثلا x زائد 1 ولا x مربع ولا ما ممكن نشوفها يحكيها ربي.
ايضا الصيغه الثالثه يقولنا حول الدستور دال اجد منه مستخدم مقرمين عنده طريقه ولا عنده زوج طرق عنده طريقه منهم الصيغه الثالثه خلاص قلنا راح نقول هنا مثلا اكس مربع ولا نلقاو واحدة على اكس ولا نلقاو اسيه اكس نقرا ان شاء الله حتى الاسيه ولا نلقاو مثلا جذر اكس ثم نلقاو اف اكس ناقص ولا زائد ما يهمش اشاره هنا راح نلقاها تساوي زيرو يقول لي فسر النتيجه هندسيا اكيد هذا ليس معادله مستقيم هذا اللي هنايا اخ ثم شوف عندنا مستقيم مقرمان عنده ثلاث سيط يبين انه مستقيم مقرمان يا احسب النهايه تاع اف اكس ناقص مستقيم ولا زائد مستقيم يقول نستخرجه مباشره من دستور الدال رابع حاجه اللي هي الفكره الرابعه راح يمد لنا اف اكس ناقص داله ولا زائد دال هذاك الوقت نحكي على المنحنى المقهر ما نحكيش على المستقيم المقرمين المهم هذو اربع صيغ راح نشوفوا في الحالات هذه اللي درت هنا في هذا التمرين تشوفوا كل صيغه ترى وكيف نحلوها كيف راح نجاوب عليها ولا كيف هي السؤال تاعها وانا كيف راح نجاوب عليها عندنا دالة اف لإكس تساوي إكس زائد واحد زائد ربع إكس قسمة إكس ناقص واحد أكيد المجال التاني هو دي اف يساوي أ ما عدا الواحد السؤال الأول ولا السؤال الثاني بين أن المستقيم المعادلة إكراك يساوي إكس زائد خمسة مستقيم مقارمين اللي هي الصيغة الأولى اللي قلت لكم عليها في المستقيم مقارمين نمد لك مستقيم مقارمين ويقول لك بينهم اللي راهم مستقيم مقارمين حنا نجاوبو كيما نجاوبو نقولو له يكفي إثبات أن نهاية الفرق تساوي الزيرو اللي هو هذا مقصور هذا نبدا كيما راكم تشوفوا عوضنا الدالة تاعنا اف اكس اللي هي نقصناها المستقيم دلتا اكغيك يساوي اكس زائد خمسة ما تنساوش الأقواس واللي ما دارش الأقواس ينشر ناقص الرابط إكس ناقص إكس ناقص خمسة أوكي بعدها نشوف لنا الناقص ناقص إكس نمرها مع إكس قلنا واحد ناقص خمسة يمثل ناقص ربعة هذه أنا دالة ناقصة راح نحسبوا لها النهاية وين عند زائد النهاية أو ناقص ما النهاية ديروا النهاية أكبر هذا الأكبر اللي هو أربعة إكس قسم إكس يروح إكس مع إكس قلنا أربعة قسم واحد اللي هي أربعة بعد نجمع النتيجة تاع هذا زائد النتيجة تاع هذا ما كانش فيه نو إذا النهاية تساوي ناقص ربعة نزيدو لها 4 ناقص 4 زائد 4 تمدنا 0 إذا ثبتنا بلي نهاية الفرق تساوي 0 دوكا راح نجاوبو بالتصريح بالإجابة هكذا درنا التصريح بالإجابة بلي هذا اللي لقيناه مستقيم مقارب مائل لي سي أف قادر نقولو بجوار زائد النهاية وناقص مال النهاية نروحو دوكا نديرو الوضع النسبي بالنسبة للوضع النسبي اللي هو نديرو إشاعة في الفرق واش قصدنا بالوضع النسبي الساعة أولا قصدنا وقتها تكون سي اف فوق دلتا وقتها تكون سي اف تحت دلتا وقتها يصرى تقاطع بينهم هذا إذا كاين تقاطع أصلا هذا واش قصدنا بالوضع النسبي كيف نعينو الوضع النسبي هو راح نديرو إشارة الفرق ماهوش نهاية الفرق إشارة الفرق يعني ما نديرش لوليميت وندير هذا نقص هذا يساوي زيرو بلاش لوليميت يا أخي ونعاود نفس القدرة بصح منحسبش النهاية خرج لي مثلا كسر يساوي زيرو ونحلها عليه خلاص تساوي زيرو ونعيد الإشارة كي يكون الفرق سالب معناها راهي السي اف تحت دلتا كي يكون الفرق موجب معناها فوق كي يكون الفرق معدوم ولا يساوي زيرو معناها تقاطع عندنا تقاطع ما بين السي اف ودلتا سؤال عين الوضع النسبي ما بين السي اف ودلتا الجواب يكفي ولا ندرس إشارة الفرق اللي هو اف لإكس ناقص إكراك عوضو اف لإكس ونعوضو إكراك عليكم اف لإكس وإكراك اللي شفناها قبل كما راكم تشوفوا عوضنا اف لإكس نقصناها من إكراك ونقصنا منها إكراك واش ناقص 4 زائد 4 إكس على إكس ناقص واحد يساوي زيرو دوكا لازم نوحدو المقامات ناقص 4 نضربها في إكس نبدا ناقص 4 ناقص 4 في ناقص 1 نبدا زائد 4
خرج قصر يساوي زيرو فيما ما فيه، نشوفوا المقام ونشوفوا البسط. المقام مانيش قاعد نشوف فيه بلي راه موجب، إذا نقولوا المقام لا يساوي الصفر يخرج منه إكس لا يساوي القيمة الممنوعة اللي هي الواحد. وكما راكم تشوفوا البسط عبارة عن عدد موجب، إذا إشارتها من إشارة المقام في الحالة هذه، لأنه البسط موجب إشارة من إشارة هذا. بالنسبة للقيمة الممنوعة، كاين واحد الجماعة سقساوني قالوا لي شير القيمة الممنوعة ما ديرهاش في 4 وما ديرهاش في إكس ناقص 1، ديرها فقط في إف إكس ناقص إكس. صحيح، ما قادر ما نديرهاش هنا، وهنا يقول لي إنعدام. أما هنا راهي قيمة ممنوعة بالنسبة إلى إف إكس ناقص إكس، وأكيد لوغ نسبي راه يتبع إف إكس ناقص إكس. إذا ركب هذا راهو صحيح، وأنا نفضل ذلك. بالنسبة للربعة كما تفهمنا عليها عدد موجب، إكس ناقص واحد قبل الحل اللي هو القيمة الممنوعة، هجي إكس إشارة أ بعد الحل نفس إشارة أ، والإشارة هي إشارة الجودة ولا من إشارة هذا كما نحبها، يعني زد إكس ناقص زد تنضربو في بعضها. بعدها نقول له وقتاش يكون سي إف فوق وقتاش يكون تحت، يكون سهل تكون سي إف لازم ترتيب، ديك إكس هنا يكون سي إف، أوكي؟ سي إف تحت ديتا، سي اف وديتا ما بين قوسين دائما، ايضا هذا سي اف فوق ديتا. و بالنسبة للتقاطع ما عنديش شي يكون تقاطع، كيكون انعدام، كيكون انعدام نفتح مثلث في مكتب نكتب فيه تقاطع سي اف وديتا اظهر لك. دقيق هنا اكيد كاين الفرق اللي هو ابل اكس ناقص ايكغيك، هنا في الحالة هذه ما عنديش اصلا تقاطع. السؤال الأول أحسب النهاية عند أطراف مجموعة التاريخ، مانيش عارف أحسب النهاية في الحالة هذي، خاطر النهاية ساهلين، نزيد ما تلقاها زيد ما هي، نقص ما تلقاها نقص ما هي، ما عندهمش تفسير هندسي بيزوز، نجيو عند ناقص واحد باقي مشروع تلقاها نقص ما هي، عند ناقص واحد باقي مكبر تلقاها زيد ما هي، التفسير الهندسي طقنا مع عدد اللي هو إكس يؤول إلى عدد، لقينا النتيجة مع النهاية، نقولو سي إف يقبل مستقيم مقال عمودي، معادلته إكس تساوي القيمة الممنوعة اللي هي إكس يساوي ناقص واحد. ولا نقولو وين إكس يؤول اللي هو إكس يؤول ناقص واحد. نفوت للسؤال الثاني، نفس السؤال الأول بين أنه مستقيم مقارب كما هي، عادي نروح نجاوب عليه. اللي هو نفسه كما الحالة الأولى، نفس السؤال ما تبدلش، نروح نحسبو النهاية تاع الفرق، لقاوها فقط زيرو. هاي في مكليكس نقص لها هذا، كما راكم تشوفوا هذا مع هذا يروحوا مع بعضهم، نتخلى مباشرة من هذا، ولا نكتب في عقلي خلاص، إكس ناقص واحد زايد أربعة قسمة إكس زايد واحد، ناقص المستقيم يوم هذا، هذا راح يروح مع هذا، دخلنا أربعة قسمة إكس زايد واحد، أو بزيد ما هي أو ناقص ما هي، أربعة على ما هي مدنا زيرو، إذا النتيجة شو تساوي زيرو. ثبتنا بلي نهاية الفرق يساوي الصفر، دونك نصرحو بالإجابة. قادر نكملو بجوار زايد ما هي أو ناقص ما هي، ولا في جوج مع بعضها، أنا ما نقولوش. بعدها على الوضع النسبي. كما تفهمنا في الوضع النسبي يكفي لراس إشارة الفرق اللي هو إف لإكس ناقص إكغيك يساوي زيرو، ماشي لازمين. كما راكم تشوفو في بالك حسبنا إف لإكس ناقص إكغيك لقيناها بقى ربعة على إكس زايد واحد، نزلو مباشرة ربعة قسمة إكس زايد واحد يساوي زيرو. أربعة تخرج موجبة إكس زايد واحد لا يساوي زيرو لأن ما عرفتش فيها إسكو موجب ولا سهل، تخرج منه إكس لا تساوي القيمة الممنوعة اللي هي ناقص واحد، ولا منا نقلنا واحد من هي خرجت ناقص واحد. بعدها نديرو الجدول تاع الوضع النسبي،
ما ممنوع اللي هي رقص واحد، قلت لهم هذا نديرو هكا رقص واحد رقم ممنوع بالنسبه لجميع القيم، قادر نحيها الربعه ماهيش قيمه ممنوعه بالنسبه للربعة، وايضا اكس زائد واحد ماهيش قيمه ممنوعه عليه، بس ام لي اكس ناقص واحد تعتبر قيمه ممنوعه بالنسبه له. هذا يعدمو ناقص واحد ربعة تكون موجبة، إكس زائد واحد قبل الانعدام سالب بعد الانعدام موجب، وهذا الإشارة تعمل إشارة الضرب. بعدها خرجنا من السي أف تحت ومن السي أف فوق. هذا النص مجدول تاعي كيما راكم تشوفوا هكا، وقادر ندير هنا مباشرة نصوص خطوط ونهني روح كيما تحبوا ديروا ديروا. هذا بالنسبة للحالة الثانية، الحالة الأولى شفنا مستقيم مقارن مع الصيغة الأولى وشفنا كيما ندير الوضع النسبي، الحالة الثانية اللي هي نفسها تعاود بالنسبة للحالة الأولى، نروحو نشوفو الحالة الثالثة. كما راكم تشوفو السؤال بين أنه مستقيم مقارن مع لو مدلنا قيمة تاعو اللي هو إي يساوي إكس ناقص خمسة وما شاء الله جابوا كما نعرف. عوضنا اف دي اكس عوضنا دلتا ننشر الناقص من بعدها نوحدو المقامات. بعد ما وحدنا المقامات ونشرنا الناقص، راحت إكس ثلاثة مع ناقص إكس ثلاثة، ناقص خمسة إكس مربع مع زائد خمسة إكس مربع، ناقص أربعة قسمة إكس مربع، حسبنا النهاية وأكيد راح نلقاو زيرو كيما تفهمنا في القانون. لو كان صرحوا بالإجابة، نديرو الوضع النسبي اللي هو دراسة إشارة الفرق اف لي اكس ناقص ايكرا يساوي الزيرو. كيما حسبنا من قبل اف لي اكس ناقص ايكرا تسمى المكلا، نبقى نعاود نحسب فيها في مقاماتها واش لقينا، ربع اف اكس مربع ربع قسمة اكس مربع يساوي زيرو. كيما تشوفو ربع راهي موجبة و اكس مربع راهي موجب، مباشرة نبدلوها ربع موجب اكس مربع موجب، اذا الفرق اللي هو اف الاكس ناقص اكس كيجي موجب، اذا راح نقولو في الحالة هذه بلي سي اف دائما فوق ديلتا، نديروها في جدول ولا نقولوها خطرة باش ما نديرو جدول. ونزفش قيمة ممنوعة، أرجع من مجال اللي هو الصفر قيمة ممنوعة. كملنا الحالة الثالثة، نروح نشوف الحالة الرابعة عوضا. الحالة الرابعة تختلف عن الحالات اللي قبل اللي هما الأولى والثانية والثالثة. الأولى والثانية والثالثة شفنا بلي أعطينا مستقيم مقارن مايل وقلنا بين أنه مستقيم مقارن مايل، القانون واش هو؟ يكفي إثبات أن النهاية تاع الفرق في إكس ناقص إكس لما إكس يولى ما لا نهاية يلقاوها زيرو. أما في الحالة هذه هو اللي قال لي أحسب، قال لي أحسب النهاية تاع هذا زايد ولا ناقص مستقيم، ياك بعدها قال لي ثم فسر النتيجة بينين، النتيجة اللي راح نلقاوها أكيد راح نلقاوها زيرو، لكن أحيانا ما نلقاو زيرو، لو مثلا عدد اثنين ثلاثة ناقص ربعة واحد اثنين كو أي عدد، المهم كاين المهم ملقاش زيد من هي وملقاش ناقص من هي برك، لقيت زيرو بها ونعمة ماذا بينا، إذا ما لقيت زيرو نلقى عدد، وكي نلقى عدد بعد عادي، نشوفو الحالة النورمال اللي بعدها نلقاو فيها نورمال عدد من اللي الحالة السادسة ولا السابعة، نبداو نحسبو النهاية هذي نشوفو طبعا واش راح تبدلنا.
كما راكم تشوفوا درنا اف دي اكس ناقص اي كغيك هذا اللي بدونا هو لقينا بلي تبقى لنا الرمية تاع الضالة هذه الناطقة نديرو اكبر هاد الضالة اكبر هاد اكبر هاد الفوق اللي هو ناقص اكس ماهوش اكس هو ناقص اكس وكات اكس مربع بعد نديرو مرحلة الاختزال خاطر لو كان نعوضو كيما كتخرج لنا حالة هاد انتهي يبقى لنا هنا ناقص واحد من تحت اكس بعدها نعوضو عدد على ما يساوي الزيرو كيما راكم تشوفو درنا اكبر هاد على اكبر هاد ناقص اكس قسم اكس مربع بعدها لازم نموت على مرحلة الاختزال يبقى لنا ناقص واحد قسم اكس بعدها هذا تعويض عدد على ما النهاية يساوي الصفر كيما راكم تشوفو إذا النهاية هذي واش لقيناها تساوي الزيرو التفسير الهندسي ولا البياني هو بلي السي اف يقبل مستقيم مقارب عمودي ما كاينش المستقيم مقارب افقي غير اذا ما كانش هذا هذا ما كانش مثلا كيما هكا وحسب النهايه لقيتها تساوي الزيرو في الحاله هذه لما يساوي الى ما لا نهايه فنقول بلي السي اف يقبل مستقيم مقارب افقي معادلته الى تساوي الزيرو لكن كي يكون معاه هنا مستقيم راه كاين مستقيم مقارب السي اف نقبل مستقيم مقارب نائل معادلته من الشكل دلتا اللي كان يقول شو يساوي يساوي سالب هذا هزو قيمة هذيك اللي احنا اف لي اكس نضربها في الناقص علاه خاطر اصلا في القانون هو ما موجود لك لادميت تاع اف لي اكس ناقص يكون هنا اي اكس زائد بي يساوي صفر اللي هو هذا الناقص تاع نقولوا الحالة رقم 5 كما راكم تشوفوا الحالة رقم 5 اف دي اكس من هنا هي هنا اكس مربع ناقصين على اكس مجال تعريف دي ار ولا دي اف يساوي ار نجمة مجال تعريف هو ار نجمة وقالنا احسب لا ليميت اف دي اكس ناقص اكس مربع لما اكس تساوي زد ما هي نبدا نحسبوا هذا كما راكم تشوفو اليوم حسبنا النهاية لقيناها تساوي الزيرو اللي هو الفرق ما بين اف لي اكس و ناقص و 2 اكس مربع ناقص 2 اكس مربع مع ناقص 2 اكس مربع بقاتلنا ناقص 2 على اكس كي نعوضو بزيد من هنا او ناقص من هنا راح نلقاو بلي عدد على ما لا نهاية يساوي الصفر كما قرينا من قبل اذا لقينا النتيجة تاع هذا النهاية يساوي الزيرو بعدها راح يقول لنا فسر النتيجة هندسية أو بيانية كثير منكم راح يقول لي الشيخ باللي سالب هذا اللي هنا كما قلنا في الحالة رقم 4 سالب هذا هو مستقيم مقارب مائل اكتب لي كما سالب بدها وشيخ وعادتها من الشكل سالب هذا علاه خطر أصل في القانون وهي لا ليميت تاع اف دي اكس ناقص ايكغيك يعني الناقص هذا اللي هنا راهو تاع القانون يعني هذا الزوج سالب تاع اللي هنا هو 2 اكس مربع وهذه كيما راكم تشوفوا غلطه هضره غلطه علاه هضره غلطه لانه كيما راكم تشوفوا 2 اكس مربع ماهوش مستقيم عباره عن داله اللي هي داله مربع مضروبه في 2 اذا هنا ما نقولوش مستقيم مقارب معايا نقولوا منحنى مقارب لانه الداله واش عندها عندها منحنى واش به مقارب للسي ار إذا كي نلقاو في الشكل العام اف لي اكس ناقص ا اكس زائد بي في الحالة العامة كي نلقاو لا ليميت تاع اف لي اكس ناقص ا اكس زائد بي قاعدة تساوي زيرو هنا نحكي على المستقيم نحكي على المستقيم مقارب مائل أما كي نلقاو لا ليميت تاع اف لي اكس ناقص جي لي اكس تساوي زيرو هذا جي لي اكس هذا لا يساوي ا اكس زائد بي اللي هو دستور تاع الدالة جي لي اكس ماهوش عبارة عن مستقيم سواء دالة خطية أو تألفية رانا نحكي على منحنى مقارب طيب خير يا جماعة الخير إذا لقيتو فيه اكس مستقيم لقيت فيه اكس مربع ولا جذر اكس ولا أسية اكس إن شاء الله كنقول دالة أسية
ولا لقيت اكس مربع من الحالة هذه، ولا واحدة لا اكس ولا ال اكس ولا مهم حاجة ما فيهاش اكس فقط، عبارة عن دالة، نقول له منحنى مقارب. وكن نشوفوا الوضع النسبي، اكيد راح نديروا دراسة اشارة الفرق. هو اف لي اكس ناقص ايكراك، هذا لنا ملاحظة انه بدوس بسمية فقط، الظهر الرمز هذا اللي هو جنطة ماجيسكين، ونقول له وجه دراسة اشارة الفرق ما بين اف لي اكس والايكراك هذا يساوي زيرو. كيما حسبنا احنا اف لي اكس ناقص ايكراك لقيناه يبقى ناقص 2 على اكس يساوي زيرو، كيما راح تعرفوا ناقص 2 سالب و اكس تاع المقام لا يساوي زيرو، ونروحو نديرو الإشارة. الصفر كيما على بالكم قيمة ممنوعة، أول حاجة نديرها في الجزء تاعي. ناقص عبارة عن عدد سالب عبر بسالب، إكس قبل أي عدد من هذه القيمة ممنوعة، عكس إشارة ناقص إشارة، ناقص في ناقص زي ناقص في زي ناقص، وهنا السي إف فوق لندا هذا ماجيسكي، وهنا السي إف تحت لندا هذا ماجيسكي، وقادم هذا دلوك، قادم دلوك، عكس حال. قالوا كيما درت انا هذا الوقت انا فوق ندير كيما هكا هادي. كملنا الحالة هذه، نبوز الحالة رقم 6. كيما راكم تشوفوا في الحالة هذه رقم 6 هي الصيغة الثالثة اللي لقيناها، معناها من تكون هذا الدستور تاع الدالة اف لي اكس، من الدستور تاع الدالة انا وحدي نستخرج مستقيم المقارب المائل. كاين طريقة ولا كاين زوج طرق، انا نملكم طريقة اللي راح نخدم بها انا، ونملكم طريقة اللي ما نخدمش بها، تسمى كاين زوج طرق، تسمى الطريقة الاولى تاعي نشرحها بالتفصيل، الثانية ايضا نحاول نشرحها بالتفصيل ونبدا مع بعضنا. في الحالة هذي واش نقول له؟ نقول له اف لي اكس تكتب بهذا الشكل، مش بالشكل كما راكم تشوفوا في اف اكس، عباره عن مستقيم هي داله تالفيه زائد داله ناطقه، عباره عن مستقيم زي داله. نقول انا هنايا بلي اف اكس تاعي كتبت من الشكل هذا، ها نسميها اخرى اش لي اكس، واذا عندي في التمرين تاعي كالباكالوريا داله اسمها اش لي اكس نسميها كالي اكس الحاله هذه، حيث واش شكون هذا وشكون هذا، هاي اكس زائد بي هذا و اش لي اكس وراث هي اللي بقات هي ناقص 2 اكس ناقص على اكس، باهي نروح نقولو نحسبو النهاية تاع اش لي اكس هاذي هنا، لأنو إذا خرجنا هذا هو مستقيم مقارب بعيد، معناها كي ندير القانون هاك تاع الفرق نهاية الفرق اف لي اكس ناقص هاذا غيبقى لنا غير ناقصين على اكس هي الدالة اش لي اكس، أيوا هو غيبقى لنا هذا لهنا نقرا هذا من هنا هو اف لي اكس ناقص هاذا. إذا لقيت نهاية هذا زيرو، إذا هذا يؤكد لي بلي الإختيار تاعي صحيح، إذا ما يقدرش زيرو ندير لكم حل عليه كيما تكونش زيرو، واش ندير؟ نروح نحسب النهاية تاع هذا، فولي مين تاع اش دي إكس، إكس أولى زائد نهاية، نحسب هاذ تاعش غتوصل، هلقى ناقص 2 على إكس، لما إكس أولى زائد من النهاية، عدد على من النهاية معروف يساوي الصفر. إذا النهاية تاع اش لي اكس تساوي زيرو، ومن هنا نجاوبو لهنا بلي هذا هو المستقيم المقارب المائل. اللي حاب يزيد يعاود يتأكد ولا يقول يروح يحسب النهاية تاع الفرق اللي هو اف لي اكس ينقص منها هذا اللي هو ها هو كلمة، يلقى هذا اللي هو اش لي اكس وتساوي الزيرو، ثم يتأكد بلي الاختيار تاعو صحيح. الطريقة الثانية كيف هديرو؟ هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة رقم واحد نختم بها أنا. الطريقة الثانية واش يديرو؟ على بالنا بلي المستقيم المقارب المائي معادلة تاعو في الحالة العامة من الشكل هذا أ إكس زائد بي، واش يديرو؟ هما يلقاو الأ، بعدها يلقاو البي،
لقاو القيمة تاع الأ وبعد هي لقاو القيمة تاع البي اللي هو أ مي ولا معامل توجيه المستقيم هذا هو دلتا، والبي اللي هي ترتيبة اللي تقطع محور الثلاثي. واش يديرو؟ يحسبوا لا ليميت تاع اف دي اكس قسمة اكس لما اكس ولا زايد من هنا، يلقاو الأ اللي هو عدد اللي هو قلنا هذا وين اللي هو مي ولا معامل توجيه المستقيم المقال المائي، حيث الأ هذا أكيد يختلف عن الزيرو باش يكون مستقيم مقال مائي. كما في الحالة هذه يلقاو ثاني واش يدير؟ يجيبو أف دي إكس ها يقسم كل على إكس، ما يفصلو المقامات لا هذا قسم هذا ولا قسم هذا ولا قسم هذا، 2 إكس على إكس راهي عندنا 2 وناقص 1 قسم إكس، وهذا قسم هذا راح يبدلنا 2 قسمة x مربع لما x تؤول زائد بالهاء، هذا راح بزيرو هذا راح بزيرو لأن خلونا عدد على بالهاء يبقى لنا يساوي 2 ها. إذن وش يديرو هما؟ يحسبوا ليميت تاع x قسمة x باش يلقاو أ، بعدها باش يلقاو بي وش يديرو؟ يحسبوا ليميت تاع f x هذه نقصوا منها أ x باش يلقاو؟ يلقاو البي، والبي هذا قادر يكون زيرو قادر يكون عدد كما في الحالة هذه يكون ناقص 1. إذا بعد ما يلقاو الأ بحال هذا لقينا 2 واش يديرو؟ يروحو يحسبو لوغيت تاع أف لي إكس ناقص أ إكس اللي هو في الحالة هذي 2 إكس ويساوي زوج، يلقاو البي اللي راح نلقاو حنا ناقص 1 هذا كي نقصلو 2 إكس يبقى لنا ناقص 1 ناقص 2 على إكس، هاي تروح بالزيرو عند مرة نهاية يبقى لنا ناقص 1. بعدها واش يقولو؟ يصرح بالإجابة بلي المستقيم المقارب المائي تاعي هو أ إكس زايد بي القاه 2 والبي القاه ناقص 1 اللي هو اللي لقينا حنا. متفقين؟ كاين طريقتين، الطريقة الأولى نقولو اف لي اكس نكتب من الشكل هذا ا اكس زايد بي زايد اف لي اكس ولا زايد اش لي اكس، نروح نجبد ا اكس زايد بي شي اش لي اكس وش هي، حيث نروح نحسب النهاية تاع اش لي اكس قادر نلقاها زيرو قادر ما نلقاهاش زيرو، نقول ديرو حالها كيما نلقاهاش زيرو بصح الشرط نلقاوها عدد ما نلقاوهاش مرة نهاية. ومن بعد نصرح إذا لقيتها زيرو نصرح مباشرة الإجابة بلي هذا هو المستقيم المقال المائي اللي هو هذا. أما إذا ما لقيتو يختلف عن زيرو نكون شفت راه كيفاه. الطريقة الثانية اللي هي نحسبو لوغيميت تاع أف لي إكس قسمة إكس باش يلقاو الأ، بعدها نحسبو لوغيميت تاع أف لي إكس ناقص أ إكس باش يلقاو البي. عندكم طريقة ولا حالة ثانية كيكون أش لي إكس ميساويش زيرو، مثال آخر هاي جبتكم هلا اف الاكس يساوي ناقص اكس زائد اكس قسمة اكس زائد 1، ونروح واش نقولو؟ ولا السؤال هو باين نفس السؤال اللي هو هذا، يستنتج ان سي اف يقبل المستقيم المقارب المائي اللي يطلب تعيين معادلته، نخدمو الطريقة هذي نقولو واش اف الاكس وفق من الشكل كما راكم تشوفوا قلنا له بلي ا اكس زائد بي هو ناقص اكس هذا لهنا، قول يا شيخ واحد وراه البي البي عباره عن زائد صفر من هنا، انا كنت في الحاله العامة ا اكس زائد بي زائد اش لي اكس، المهم يجي البي كاين ولا ما كانش، المهم صار لازم تكون، وهذا لهنا اللي هو اش لي اكس، نروحو نحسبو النهاية تاع اش لي اكس في الحالة هذي اكيد ما حناش راح نلقاوها زيرو باش ما تختارش على الاخر، ونجيو نروحو نصرحو في الاجابة، نحسبو ليميت تاع اش لي اكس، ديرو اكبر هذا راه اكبر هذا x قسمة x بعد الاختزال نلقاو بلي x راه مع x مدلنا 1، إذا النتيجة ما تساويش زيرو كما في الحالة اللي قبل هنايا. إذا هنا كيف نلقاو المستقيم المقارب المائي؟ المستقيم المقارب المائي هو هذا الذي اخترته أنا زائد النتيجة اللي لقيناها لهنايا اللي هو يخرج لنا دلتا واش يساوي؟ y يساوي ناقص x زائد النتيجة اللي هنا اللي لقيناها تاع النهاية تاع اش x اللي هو ناقص x زائد 1. هكا باش تكون مستقيم المقارب المائي، معناها إذا لقيت أش لي إكس تاع النهاية تاعها تساوي سي اللي هو عدد، ونضيفه فقط إلى أ إكس زايد بي، ترجع لنا أ إكس زايد بي زايد سي، سي هذي واش هي؟ هي نتيجة النهاية تاع أش لي إكس لما إكس يؤول زايد ما هي أو ناقص ما هي، بالطريقة هذي عرفنا كيف نبدو مستقيم المقارب المائي الإنطلاق من الأسطول الدالة. بالنسبة للوضع مش مثال، نفوتو الحضارة رقم 7 الأخيرة. Thank you.
بدنا نحلوا الحلقة رقم 7 لأنه أصبر لي مثال. هنا عندنا عدد الأعمال اللي يساوي زيرو، قلنا ناقص واحد ناقص صفر الذي يساوي ناقص واحد. إذا النهاية هذه وش حتساوي؟ ناقص واحد. بعدها بأن نفس النتيجة الهندسية أكيد مية منحكيش على المستقيم المقارب الأفقي، وقتها نحكي على المستقيم المقارب الأفقي ما يكونش هذا. عندي لا ليميت وحدة حتى أف لي إكس، بلا شي ناقص أ إكس زائد بي ولا ناقص جي لي إكس. نلقاو بلي في الحالة هذه كيما هكا يقول لي في السنة الهندسية يقول له السي أف يقبل المستقيم المقارب أفقي معادلته من الشكل إكس يساوي ناقص واحد، لكن اتفقنا أنه كيكون هنا ناقص إكس ولا زائد إكس ولا في الحالة العامة ناقص جي دي إكس نحكي على المستقيم المقارب، ما يقول لا المنحنى مقارب، الحالة هذه نحكي على المستقيم المقارب، لأنه يعني عندي إكس، ما عنديش إكس موافق ولا، واش ندير؟ ننقل هذا، نسترجع النمرة صفرية، نرجع هكا ليميت أه لي إكس ناقص إكس ناقص واحد ننقل غير زائد واحد. ومن بعد نقولون هنا نفس النتيجة الهندسية اللي هو يقبل المستقيم المقارب معي اللي هو سالب هذا، علاه سالب هذا؟ لأنه تفهمنا باللي ناقص رابط تاع القانون ناقص أ إكس زائد بي، هذا تاع القانون، هذا صراحة بالإجابة سي أف يقبل مستقيم المقارب معي معادلته من الشكل بيتا يقال ما تساوي سالب هذا، ناقص إكس ترجع لي إكس زائد واحد ترجع لي ناقص واحد. بالطريقة هذه كنا مستقيم المقارب المائل. وكان نديرو ملخص الوجه دابا، قلنا ديفو مستقيم المقارب المائل يقول لي يمدهولي المعادلة تاعو ويقول لي بين انه مستقيم المقارب المائل، نحسبو النهاية تاع الفرق اللي هو ناليميت اف لي اكس ناقص يكرا لما اكس يولي زد مها وناقص مها نلقاها تساوي زيرو. بعدها نصلحو بالاجابة اللي هذا هو مستقيم المقارب المائل للسي اف، قادر يقول لي هو احسب النهاية كما مثلا في هذه يقول لي احسب النهاية ولقاوها زيرو، كي لقاوها زيرو هذاك الوقت نقول له بلي المستقيم المقارب المائل هو سالب هذا. أما إذا لقيتها عدد كما في الحالة هذه نقلو من طردها صفرية، ومن بعد كالعادة نهزو سالب هذا اللي هنا على أنه ناقص راه تاع القانون. كاين حالات ما لقاش مستقيم مقارب المائل ما لقاش أ إكس زائد بي، هنا لقاو جي دي إكس، هذاك الوقت جي دي إكس هذه شو المجموع جميع الأدوات اللي قادرين يمدهم لنا، هذاك الوقت نقول له منحنى مقارب ما نقولوش مستقيم مقارب المائل. ايضا كاين حاله اللي هو كيمد لي مباشره الدستور داله كيما هكا يقول لي من هذاك الدستور اجبت مستقيم المقارب المائل. قلنا كاين طريقتين، الطريقه الاولى نقول له اف اكس من الشكل عباره عن مستقيم زائد داله، هذا المستقيم نسميه ا اكس زائد بي والداله نسميها اش لي اكس، قلنا الشرط لازم نحسبوا لا ليميت تاع اش لي اكس نلقاها زيرو ولا نلقاها عدد، اذا لقيتها زيرو هذا مستقيم مقارب المائل، اذا ما لقيتهاش زيرو هذا هو المستقيم المقارب المائل زائد النتيجه تاع هذا. مثلا هذا حسبت النهايه لقيته فرضا جاك كي نحسب النهايه لقاها ناقص 2، اذا المستقيم المقارب المائل هو اكس ناقص 1 والناتج تاعها اللي هو ناقص 2 يخرج لنا اكس ناقص 3، هذا هو المستقيم المقارب المائل. الطريقه الثانيه اللي هو نحسب او البي، كيف نلقاو ا في القانون هذا نحسبوا لا ليميت تاع اف لي اكس قسمه اكس لما اكس او الى زائد مها او ناقص مها، بعد الحساب نلقى ال اللي هو عدد يختلف عن الصفر اكيد، بعدها باش نلقاو ال بي نحسبو لا ليميت تاع اف لي اكس ناقص ا اكس الاخر لقيناه هنا نعوضو لما اكس او الى زائد مها او ناقص مها نلقى منها ال بي، ال بي قادر يكون زيرو قادر يكون عدد، وهذا هما الطرق كلها. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.